صباحكم الله بالخير جميعا. بعطيكم كم سنابة كذا سريعة من منطقة روستكات في ايو، اللي الظاهر اللي تابعونا قبل 3 أسابيع أو أسبوع ونص كنت أنا فيها في منطقة مدينة. أول شيء وش هي روستكات؟ روستكات هي حدا يمكن 3 أشياء، يعني ما تطلع منها، قليل تطلع منها الشغلات الثلاثة هذه اللي بقولها الحين. أول واحدة هي بضائع لم تصدر للمستورد للتأخر في الميعاد. الاحتمال الثاني انها تكون بضاعة زائدة، يعني مستورد قال ابي 1,000,000 قطعة، صنعوا له 1,100,000 قطعة يعني كضمان له اذا كان في عيوب. ممكن يكون في عيوب بس احنا لولا تفادونا هم بتصحيح العيوب او شغلات زي كذا، وهذه قليلة. الاحتمال الاول والثاني تلقاه بس قليل يصير. اكثر شيء الموجود بالستوكات اللي هو الثالث، واكثر الموجود الثالث هو هي بضاعة غير مطابقة للمواصفات والمقاييس العالمية وقاعدة بتسبودهم ويبون يبيعونها بأي سعر. عشان كذا اللي هنا موجود، اللي موجود عندنا كثير من الستوكات غير مطابقة، ولكن يطلعون عليها شهادة ساسو من أي محل من أي مختبر يطلعونه، ولما يخاف الله ذمته وسيع يسوي أي شيء. الجو ما هو جو بيوت ودوامات، لهم جو حضور صفة وحصة. الجو جو اليوم إن شاء الله بنزور الستوكات الموجودة في إيو، نعطيكم فكرة عن أسعار الستوكات. الستوكات هي ما شاء الله تبارك الله، ما حنا قادرين نمشي من المطر ما شاء الله، بس ما شاء الله عليهم ديرتهم. من هذه يا شباب ستوك عندهم على 6 ريال الوحدة، عندهم ستوك كبير منها. هذا ستوكات كلها شنط، كلها شنط. هنا شنط أطفال. هذول كلهم 17 ريال. شنط الأطفال الصغيرة على 12.5، وهذولي على 12 الكبيرة. الستوك عندهم كبير. هذولي على 4 ريال ونص. شوفوا الستوك هذا كله شنط نسائية، هذه على 7 ريال ونص. أسعار استهبال. وهذولي كلهم على 8 ريال. طبعا الجودة وسع صدرك، جودة رايحة فيها، حتى اللي أمس جودتها رديئة هذه أردى منها، بس أسعارها حلوة. عشان تعرفون في ناس يوردون تصير أشكال هذه، يأخذونها من الستوكات يوردونها على أنها جودة وسط، يوردونها من هنا. هذول على 9 آلاف. هذه ألوانها في 1 2 3 ألوان على 10.5. عندهم موديلات كثيرة كبير. شو صور شو خلي هذه على 9 ريال، كلها من فوق 4 ألوان 5 ألوان. وهذولي 6 ألوان على 11 ريال، وهذولي 5 ألوان على 79 هلالة تقريبا. والله ما قدرت أصور من زحمة الكراتين. شوفوا اللي تحت هذوليك، هذولي 5 ألوان على 11 ريال ونص. أحط لكم ودينا ستوك ثاني، عنده موديلات أحلى من الماضيين كلهم. كل ما تعمقنا في الستوكات كل ما طلعت لنا شغلات. هذولي كلهم على 14 ريال الشنطة، أقل كمية من هذول 1000 حبة، 9 ألوان. وهذولي 5 ألوان على 18 ريال، بس إنها لينة أشوى من اللي قبله قاسية. دخلنا الستوك حق
جاهز، كله جاهز. قاعد طلعنا يقول افضل خامه عندك، خلنا نشوفها. شوف صوت كل زم. ماركات هنا بس تقليده مو حلو، جودته مو حلو، قاسية حيل. خلاص تفكات اشنط وين ما طلعنا الا يميننا ويسارنا. ظهر اكثر شيء يستهلكون الشعب اشناط، قاعدين يعبون طلبية زباين، يشحنون. هذه هي موديل الشنطة اللي قاعدين يعبونه، الشكل حول 6 ألوان تقريبا. وجينا ستوك ألعاب، أنا نعطيكم الأسعار. ستوك ثاني حق العاب اطفال. هذه السيارة معاها ريموت كنترول على 9.5 ريال. كان اسعارها احسن من اللي قبل شوي اللي مريته عنده طيارات وكذا. بحط لكم ارقام عنده زحمة العاب. اليوم ما قدرنا نصور من الامطار ما شاء الله، بعدين السنابات تيجي مش مرتبة. اعتذر منكم اليوم ما ساعدنا الجو على التصوير، تخبرون الستوكات كلها مكشوفه ما في شيء مغطى. اهم شيء اخذتوا فكره عن اسعار الستوكات وفهمتوا ايش يعني الستوكات اللي هي فائض مصانع او طلبات. منتبههم مش تكفون يا شباب، لا حد يحاول انه يوفر يجيب له منتج مواصفاته سيئة عشان يوفر له كم هللة او كم ريال بالمنتج ويبيعه على انه منتج جودته عالية. اما واحد يجيب لي منتج سيء ويبيعه على انه جودة عالية يخاف الله تكفون. فانه يشتريها من ستوكات يبيعها على انها جودة عالية هذا الغش. فالموضوع كله يرجع لذمة التاجر، الستوكات يرجع لذمة التاجر. وسلامتكم.